ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة وطقس رطب ولطيف ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة وصيفية اعتيادية أكثر من الأيام الماضية، حيث كانت الأجواء باردة نوعا ما وتحديدا في ساعات الليل. وكما نشاهد هنا لدرجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نهار الثلاثاء كانت الأجواء لطيفة وتبقى هذه الأجواء يوم الأربعاء كما نشاهد نهارا مع وجود بعض الارتفاعات على درجات الحرارة، وأيضا يوم الخميس تكون الأجواء لطيفة نوعا ما. أما في الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان فتكون درجة الحرارة نهارا من 28 إلى 32 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس والجمعة، أما ليلا فتتراوح درجات الحرارة ما بين 18 إلى 21 درجة في ساعات الليل، والأجواء تكون لطيفة نوعا ما. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في المناطق في المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. غيوم متفرقة من 30 إلى 19 في المفرق، من 31 إلى 19 في جرش، من 32 إلى 20 درجة مئوية في عجلون، من 30 إلى 18 درجة مئوية في ساعات الليل. في عمان من 28 إلى 18 في الزرقاء، 31 إلى 20 في البلقاء، من 28 إلى 18 درجة مئوية ليلا. في مادبة من 28 إلى 18 درجة مئوية في البحر الميت، الأجواء حارة 37 نهارا و 26 درجة مئوية في ساعات الليل. ننتقل سوية إلى المناطق الجنوبية ونبدأها من الكرك، 29 إلى 18 ليلا، طفيلة 27 إلى 18 في معان، من 31 إلى 20 في الشرى، من 26 إلى 16 وفي العقبة أيضا الأجواء حارة 38 درجة مئوية نهارا و 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في المناطق الشرقية رويشة 36 إلى 21، في الصفاوي 34 إلى 21، وفي الأزرق 35 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.